التعديل المقترح، مادة 102، تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بحصة لا تقل عن 25%. كتير مننا بيردد شعار المرأة نصف المجتمع، لكن قدام الصندوق بيكون لنا رأي تاني. وعلشان مناخ الانتخابات وطبيعتها على الأرض بتضعف من فرصة التكافؤ بين الراجل والست، كان دستور 2014 حريص على إنه يحفظ لهم عدد مقاعد جوه المجلس تمكنهم من توصيل صوتهم. لكن للأسف ده كان لمجلس النواب الحالي بس، يعني لفصل تشريعي واحد، يعني لدورة برلمانية واحدة فقط. طب وبعد كده هيحصل إيه؟ الحقيقة تجربة 90 سيدة في البرلمان وأدائهم المشرف اللي كان محل فخر كل راجل داخل وخارج البرلمان بيخلينا حريصين على استكمال سلسلة نجاحهم، وإن هم يفضلوا موجودين علشان صوت المرأة المصرية يفضل حاضر تحت القبة. وعشان كده في التعديلات الدستورية الجديدة وتحديداً المادة 102 تم التأكيد على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد البرلمان للسيدة المصرية الفاضلة. الحقيقة ده أقل تقدير للست المصرية الأصيلة. مين فينا ينكر دورها في كل المجالات؟ مين ينسى دورها على مر التاريخ؟ مين يقدر يتجاهل محاولات العنف ضدها وخصوصاً قبل ثورة 30 يونيو؟ لكن كانت إرادتها من حديد وشايلة بلدها فوق كتافها. علشان صوت المرأة يوصل، التعديلات الدستورية 2019 علشان نكمل اللي بدأناه. انزل، شارك.